اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فدى عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يجيلك اشعار بكل جديد، ويلا بقى نبدا الفيديو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ عايز اقول لكم ان انا مبسوط قوي لاني من شويه كده نشرت الفيديو اللي هو بتاع فورتنايت باي باي تلت التاورز، اللي هو ضربه جويه على تلت التاورز. اتلقيت واحد اسمه ادهم طارق بيقول لي الحق ده طياره البازارد بقت مجانيه في جاتا في. فبفتح اللعبه اتلقيت فعلا الطياره مجانيه، دي حاجه هتفرق معايا كتير جدا يا جماعه. انا هصور لكم فيديو وانا بشتريها دلوقتي وهي مجانيه، يعني وانا بجيبها وهي مجانيه، ليه؟ ده حاجه هتفرق معايا كتير جدا يا جماعه، هتفرق معايا لاني اما يبقى معايا طياره بازر اقدر اجيبها في اي وقت. الطياره دي اصلا غاليه، معديه المليون دولار، مش فاكر كام بس غاليه. ما كنتش عايز اشتريها بصراحه، انا معايا 4 مليون دولار بس برضه ما كنتش عايز اشتريها بفلوس لاني تمنها كتير، يعني مستخسر يعني التمن ده. فكده لما اجيبها مجانيه وتبقى معايا طول الوقت هتفيدني كتير قوي وهتنجز معايا حاجات كتير قوي. يعني مثلا لما اجي املى البنكر اتنقل من البنكر للسبلاي بسرعه رهيبه، مش هيبقى بقى بالكروما، كنت بقعد اروح مشاوير كبيره قوي بالكروما. لا لا بصراحه يا جماعه فرصه جامده قوي ان انا اشتريها وهي مجانيه كده. انا حاليا ده انا معايا عمار موتني من شويه، سبت الكمبيوتر وجيت لقيت نفسي بتفجر، فبص مين لقيت؟ عمار. وحياتك عمار اوعى تفجرني، عايز اشتري الطياره. عمار جاي عليا، ده جاي عليا. لا بقى، لا عمار بقى، ايه ده؟ عايز اشتري الطياره. ايه ده جاي عليا؟ سلام يا حبيبي، ده جاي تاني يا عم. انا عملت لك ايه يا عم؟ ايه ده؟ شقلطلي بال يخرب بيت كده يا عمار. خد عمار بس بقى، عمار بقى مش عايزني اشتري الطيارة، يخرب بيت كده عمار. يا باي يا عم، بس بقى عمار، بس بقى عمار بقى. متأكد بس ان فلوسي في البنك احسن. الفلوس كلها، الفلوس نقصت على فكرة، الظاهر في حبة ما كانوش في البنك. يلا، واحد اسمه ادهم طارق قال لي الحق ده البازر بقت فري، فتحت لقيتها فري فعلا. اخدتها لسه؟ خدها ثواني بس اضربك واحده سنايبر ثواني. لا 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 ما تضربنيش بقى، انت خسرتني 5000 دلوقتي لما ضربتني. كان في، لا طب حط بنت على نفسك، حط بنت على نفسك وقتلك. استنى 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 يا عم، هو ينفع اصلا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انت بس بس يا عم اسمك بقى. لا بس يا عم، بس يا عم ال في 1000، ال في 1000 صاحبي 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 معلش. ايه ده صاحبه؟ ايه ده انت بتدخل صاحبك كمان؟ يا لا انتوا بتحفلوا عليا يا عم. لا مش عارفهم، ده بيسو. ايه ده ايه ده؟ ده بيسو وانت؟ ايوه. يا لهوي، طب ده تحفيل عالمي. طب انا عايز اشتري الطياره يا جدعان. يا حبيبي يا فادي، انت بتلعب، هتلعب ايه دلوقتي؟
لا انا هشتري الطياره بس واقفل. بقول لك ايه، في تخفيضات جامده انا شايفها على الموبايل اوبريشن والحاجات دي، ايوه اشتري ولا مش مهم؟ اشتري فورا. اه لو معاك فلوس تشتري. هو معايا بس ايه لازمه الموبايل اوبريشن ده غير تطوير الاسلحه يعني؟ مش كفيك تطوير الاسلحه وعربيات لا الجيش بس وكل حاجه؟ يا عم انا بسنجل لا لا بص بص يعني تطوير ايه بس يا عم. معلش معلش يا فادي، يلا بص. والله اخرج اخرج واسيبكم. لا يا عم خلاص معلش يا عم. للطيارة ترجع بفلوس ولا حاجة؟ يا عم. لا لو انت راجع بفلوس انا اعمل لك اكتر. استنى بس بس خلاص 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 عرفت هعمل ايه. واشتري لك ايه على حسابي يا فادي. خلاص خلاص عرفت هعمل ايه، بص بص هو ده الحل. خلاص خلاص عملت ايه؟ استنى استنى يا عم اعمل بس في مود بقى، يلا اعمل بس في ما مود. ايوه ما انت مش صابر عليا اعمله. ايه البرود ده؟ ده يعني انت دلوقتي هتلعب ايه؟ ابدا انا هجيب الطيارة واقفل. لا وهشوف لو في حاجات انا كده بس خلاص ما حدش يقدر يعمل لها حاجة. ايه ده وانتوا كمان بس في مود؟ لا انت عشان ما اقدرش. معكش فيديوهات عن المود الجديد صح؟ اللي هو ملحقتش راح. لا لا اللي هو لا قديم. لا لا هيجي تاني الجليد؟ لا لا الجليد هيجي بعد يومين. بص يا فادي في انت متأكد يا عمار؟ ايوه ايوه متاكد. اه بص في تحديث جديد نزل، عربيات ومش عربيات. تعالى اوريك يا انا معايا في السيشن. تعالى لا عربيات ايه يا عم اصبر شويه عليا. طب استنى بس انا عايز اشتري البزر، اجيب البزر. هي ما اسمهاش اشتري لان هي مجانيه. استنى كده فري فري انا اخدتها. ما انا عايز تاخدها بقى يا اخدها. فادي انا اخدتها بثواني. ماشي اهو. يلا بدل مصرفك واحده. لا بس بس ايه ده الله. طب انا بس بموت. خلاص خلاص. لا لا يا جدعان بس انا بس بموت. انتوا دستوني ازاي يعني؟ ايه ده انت عامل بس بموت خلاص. ما حد مش ما فيش حد هيقدر. اسم الفيديو طب ايه بقى؟ لقيت طيارة أثرية؟ لا اشتريت البازر مجانا. طيارة أثرية ايه؟ ماشي انت بتسجل دلوقتي؟ ايوه ماشي سجل لي وانا بضربك. تعالى تعالى اوريك حق. لا بقى لا عمر لا ثواني يا لا فادي ثواني. اصبر عليا اصبر عليا. بص بص هوريك حاجة. والله حرام يا عم اصبر. كرومتك فين؟ ما فجرت لك عربيتك من شوية. ايه ده فلوس ده؟ انا عربيتك الجديدة اللي اخدتها دي فجرتها لك. معلش بص. لا اخد يا عم فجرتها لك اول ما نزلت معاك في السيشن. بص فجرت بص لي ايه؟ العربية الفري اللي اخدتها الهدية لونها اسود دي كنت راكنها على جنب. بجد؟ ايوه فجرتها وقتلتك يا راجل. بص بص انا هوريك ايه ده. العربية الفري فجرتها لي؟ اه يا عم اول ما نزلت معاك. يا لهوي يا عمار ما انا ما كنتش. على فكرة الفيديو ممكن يبين لان انا كنت سايب برنامج التصوير وسايب الكمبيوتر ورجعت. هشوف بقى في الفيديو يا عمار. ايوه ربنا يسامحك يا عم. لا ربنا خلاص يسامحك. هجيب لك. استنى ربنا استنى يسامحك. انا عايز يا اما عايز اشتري الطيارة يا عم. ارحمني يا عم ارحمني. اشتريها اشتريها. انت تقول لي ده ما اشتريتهاش يا عم. انا اخدتها مرتين. بص بص يا فادي طيب بص يا اقول لك اخي تعالى اوريك حاجات تطلعها في الفيديو عندي شاريها جديدة. تعالى طب ماشي. طب اشتري بس اشتري الطيارة يا عمي. كل ده ما اشتريتهاش اشتريها. هي كبسة كبسة زرار وخلاص. ماشي خلاص. ايه ده بيقول لي اتباعت. اتباعت لحد تاني ولا ايه؟ يا مين؟ انا انا استنى لما اجيب لك من المخزن. خلاص تعالى كده. تعالى تعالى يا فادي. ايه ده بايت اجين ممكن اشتريها مرتين؟ بس هستفاد ايه؟ ولا حاجة خلاص بتكفي واحدة يا فادي. ايه ده لا ده بايت. لا بايت اجين بفلوس بقى خلاص كده. الوقت رجعت 2 مليون الا 250 الف. طيب بص يا عمار لا لا عشان خاطر عمار عشان اطلع اطلع هخرج. اركب اركب اركب. لا لا لا, لا هخرج بجد بالسيرفر. اركب معايا اوريك حاجات. اركب. طب ما انت مش صابر عليا اشتري بس الحاجات يا المهمة. خرابي مفيش غير البصل الفري. اركب خلصني يلا. ما وريتكش لبس كريسمس بتاعي يا فادي. تعالى بقى تعالى اخش عليك اوريك لبس الشياكة. يا جدعان ده جدعان. يا عم يلا اركب. بص بقى ايه ده ايه ده. اركب يلا يا عم. يا خراب اركب معايا يا فادي يلا بسرعة. والله العظيم حرام كده. اشتريت دي يا فادي الباتمان؟ لا دي مش هجيبها مش عجباني. دي مش عجباك؟ احلى عربية يا عم.
وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.